كمان تحدث فخامة الرئيس عن الأوضاع اللي بيعيشها العالم كله ومسألة الأزمة الاقتصادية اللي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، وأشار سيادته لدقة الظرف اللي بيعيشه العالم كله خلال هذه اللحظات، وأكد سيادته على قدرة الوطن على تجاوز هذه الأزمة، ونبه كمان على مسألة ضرورة أنه ما نسمعش لأي شائعات بتتقال، وفي النهاية لازم نفضل شعب متماسك طول الوقت. خلينا نسمع مع حضراتكم جزء آخر من كلمة سيادة الرئيس ونرجع بعد كده لحضراتكم. الكلام اللي أنا بقوله ده كلام مهم قوي، لأن أنا شايف وسامع كويس قوي أن الناس في مصر قلقانة. طب أنت قلقان ليه؟ يقولك أنا خايف عليها، وأنا سعيد بخوفك عليها. فأنا بقول لكم لا، ما تخافوش لسببين. السبب الأولاني إن ربنا موجود، وهو أعز من الكل وأكبر من الكل ويقدر يعمل كل حاجة طيبة لينا. طب إحنا نستحق كده؟ بنحاول نبقى نستحق، أدي واحد. اتنين، إحنا كدولة بمسؤوليها حريصين على إن إحنا الأزمة الكبيرة اللي موجودة في العالم ديت تأثيراتها ضخمة جدا. الدنيا هتبقى بعد الأزمة الأخيرة ديت هتبقى مختلفة عن الدنيا اللي احنا شفناها قبل كده، والأزمة الاقتصادية دي هتأثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنة دي أو أكتر. طب احنا فين؟ احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، وإن كنا بنعاني، يعني بنعاني لكن ما نخافش، ما نقلقش. وبقول من فضلكم، هتلاقوا ناس بتتكلم كلام كتير، اقل حاجه اللي بيتكلم ده ما يعرفش، فيقول لك خلي بالكوا قناه السويس قداسه البابا مش عارف هيعملوا فيها ايه، خلي بالك هيبيعوا حاجه ما نقولش عليها. طب ليه؟ مش هقول ليه، لو في حاجه هعملها هقولها لكم كلكم، وزي ما انا بتكلم كده هتكلم واقول. طب حاجه تانيه اخيره وخلاص، هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟ هنتخلى عنها؟ انا بتكلم صحيح. خلاص بقى، عام سعيد، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يحفظكم، ويا قداسه البابا دعواتكم الطيبة لينا والمصر، دعواتكم الطيبة لينا والمصر.